وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك توافقا بين القاهرة وعمان على أن مبدأ حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل الأزمة في قطاع غزة وشدد مدبولي على الرفض المصري الأردني القاطع لتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية كان هناك تطابق كامل في الرؤى في حل هذه الأزمة الغير مسبوقة واللي أكدنا في خلال فخامة رئيس أكد على موقف مصر الثابت برفض مصر الكامل للتهجير القسري لاشقائنا في فلسطين وعلى اخص من قطاع غزه ومحاوله تصفيه القضيه الفلسطينيه سواء على حساب مصر او على حساب الاردن لان طبعا ان اي خطوه من شانها يعني يعني فرض عمليه التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزه ممكن ان تمتد بعد ذلك لاحقا الى فرض تهجير قسري اخر للفلسطينيين من الضفه الغربيه وبالتالي تصفيه كامله للقضيه الفلسطينيه والدوله الفلسطينيه